كيفينا هي راه ما كايناش بلاتي نجرب دابا نشوف واش ندى حاسي كاينه. انا نصيفطو لها. ايوه نشوفوا. انا نصيفطو لندى حاسي. المهم الدراري هاي ندى حاسي معانا ونشوف لها جواباتنا غادي يطلع في اللايف. راه صيفط ليها ما كايناش راه ما كايناش. اجو شاستا كانت تقدر تطلع فيه دابا اكثر من واحد ياك، ولات يعني فيه درت مع اربعه اوبسيون الناس، درت مع اربعه الناس. مزيانه مزيانه ماشي مشكل. المهم غادي نكملوا القصه الدراري، غير تسناو ندى حاسي صيفطت ليا باش ما تقلقش مني، لحقاش انا كنحترمها بزاف، درت معايا واحد الجيست الصراحه عزيزه عليا بزاف، انسانه باش عزيزه عليا ما كتحسدش. من نهار ما قلت لها ديري لي ستوري، دارت ستوري ديريكت، ما طلبات مني لا الفلوس لا حتى شي حاجه، لقيت فيها واحد الانسان اللي عمرها هضر، وهذا الشيء اللي كان يخليني ديما نحترم نادي حاسي. انسانه ما كتحس حتى واحد. المهم غنحس بسو ندى حاسي ديال صيفط لها ما كايناش. المهم زيد كمل زيد. ما عليناش، مشيت رحت مع ديك السيده فعلا استقبلتني، تعاملت معايا مزيان، مشيتي عاونتني، لقيت خدمه، عاونتني شريت خديت الطوموبيل في السيمانه الاولى، السيمانه الثانيه كنت شريت الطوموبيل، خديت واحد الطوموبيل من واحد بقاي ديال واحد الجامع باش كان باش نبدا نخلص بشويه بشويه. نعيط ليها دابا وغنشوف واش فيك اكونت، واش هي اللي هضرات معايا ولا لا، نشوف راه كنصوني ليها وغنشوف واش هي فيك اكونت وهي كنصوني ليها. نتمنى تجاوبني. ما كتجاوبش يعني ماشي فيك اكونت الدراري غير ما كتجاوبش. المهم ماشي فيك اكونت، انا عارف واش فيك اكونت هذاك اللي سكر. المهم زيد كمل. المهم مشيت بديت واحد البديه مزيانه اخويا باطل، ما نكذبش عليك، بديت واحد البديه واحد الفريش ستارت، وصلوني الوريقات ديالي، جلست عندها تقريبا بالضبط 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 شهرين. شهرين اه اسمع شهرين كانت تتعامل معايا مزيان، عندها وليد، كان عندها وليد، هي كانت انسانه مزوجه ومطلقه، ولكن كانت قالت لي بانها انا كانت قالت لي بلي راجل ميت. المهم انا اللي غنقول لك اشهد ان اشوف اقسم بربي الكعبه اليوم ليله الجمعه وتربي له اللي يسهل عليا كثر ما جيني. هذيك السيده من نهار دخلت عندها للدار كنت كنعيط عليها اختي اختي اختي، عمرها 26 عام، يعني ماشي كنت واحد لدرجه انها كان عندها هي سميتها تسمى سينجل مام، عندها وليد عنده البيت ديالو، كتعطيني البيت ديال ولدها، يعني انا مع الدماغ ديالي مع هذا ما عمري يعني فكرت ولا اني نكون زعما تعرف ماشي تكون عايش مع واحد السيده، يعني ما عمر وقعش يعني شي لعيبه ولا شي حاجه اللي تقول زعما ما عمرك ما مسيت ليها. لا الا هي اللي كانت عندها شي لعيبه، الله اعلم، ماشي الله اعلم، ما حش باش وقع لنا. دوس علاش نقول لك علاش ما مشيتيش اخويا، علاش ما مشيتيش اول حاجه باش مشيت للامريكان اول مره، كنت باقي كنصلي الاثنين والخميس اخويا باش نقرا القران، كنت مشيت جيت صفحه بيضاء اخويا بعض. وزيدون واحد الحاجه اخرى، ماشي قضية انت عايش مع وحده، راه مثلا نقول لك راه تبقى مسألة ديال كيفاش نشرحها لك؟ واش انت دابا باش انت السيدة دابا غادا انا لا 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 قول لي واحد الحاجة نخليك الوقت هضر. اه طبعا الحال خذ راحتك اسمع ملي كنهضر خاصك تعطيني الوقت ونعطيك ياك. عرضت عليك الامريكان، انت جاي الامريكان بالجرين كارد وعايش في امريكان، اشنو كتسحب دابا؟ عرضت عليك الدار باش زعما تصلي صلاه الجمعه ولا تقرا عليها القران؟ ماشي هكاك، ماشي هكاك، داكشي اللي انا شوف هذاك
هذاك الشيء اللي غنعاود لك دابا انا من بعد غتعرفني علاش علاش انا ما علاش ما هو وعلاش انا ما علاش لان السيده اول حاجه كانت قالت لي ان السيده رجلها ميت ياك السيده قالت لي ان رجلها ميت السيده سرق رجلها مطلقه منه وعايش في المدينه خدام طاكسي عند ولد وانا ما فراسيش دابا بلا الاولى لا كنقول لك دابا السيده مطلقه آه. ها آه. متوقع عند وليد علاش عرضت فراسك انا فراسي انا فراسي نهضر معك زعما بهذا نهضر معك بصراحه انا فراسي ما كاش ما عمري فكرت انني نصطم معها ما عمري فكرت شي حاجه الا هي فكرت الله اعلم انا ما فكرتش تقدر تجيك غريبه تقدر بزاف ناس تجيو مغاربه انا ما فكرتش بحال هكا انا ما فكرتش بحال هكا حيت السيده شنو هو النظريه ديالي انا كيف ما قلت لك انا على علم لا السيده بغات تعاون معاك واش اجي نقولك واحد اجي نهضر معك واحد الهضره عاوتاني ديال هذا وتخيل دابا انت تخيل دابا انت هاد الهضره اللي كتقول انت صحيحه وهاد الهضره اللي كتقول انت راه ماشي فاش وقع لي المشكل معاها كلشي جبد لي هاد الهضره هادي قال لي واش ما عمرها ما طاوعات ما زعما ما بينت لك شي حاجه قلت ليه لا واش دابا عطيك واحد المثال اجي عطيك اسمع من اي بلاصه راه ما كتعرضش عليك الجسم ديالها يعني انت هي خاصك تعمل بال ولكن ولكن انا ما شوف انا جاي من البديه دو باز ما جيش بديك الفكره انا جاي بواحد يعني انا اصلا ديك الفكره انا ما عنديش ما كنفكرش فيها حيت هذيك اللعيبه تقدر بعد مره تجي قاعد تزعم وتبغي دير شي حاجه تولي باش كحلها تولي عاميه تبقى ولد السوايع لا ما تقولش السوايع نقول لك علاش ولكن دابا جي واش نقول لك واحد القضيه اخرى راه يوسف عليه السلام راه راودته مراه العزيز هذا يعني شوف انا باش انا ماشي انا ماشي يوسف عليها شوف انا دابا باش نهضر معاك باغي نهضروا دابا حنا في 2021 زين اسمع خلينا من اسمع كاع والدين كلشي غيمشي غيتعلق بالكراوه ديالهم تعرفوا معاك حنايا